أقامت مبادرة شهيقة وزفير بالتعاون مع جمعية الرجاء وغرفة تجارة حلب، أقامت عرض أزياء لذوي الهمم بتصميم الأطفال وتنفيذهم. التفاصيل رح نحكي أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ منتصر كيالي، مؤسس ومبادرة شهيق وزفير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ تمام الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله، نشكر الله. تمام الحمد لله. يسعد صباحك. الله يسعدك استاذ منتصر. خلينا نحكي عن المبادره والتحضيرات لها. هلا بالبدايه نحن عملنا ورشه عمل تقريبا شي اسبوع او اكثر من اسبوعين، ورشه عمل امتدت لثلاث ايام احدى المراكز، شملت اطفال ذوي الهمم، عدد كان 15 طفل، شملت مثلا التصميم وتنفيذ والى اخره. خلصنا الكورس نحن لمده تقريبا ثلاث ايام، صرنا رحنا احد المشاغل او المعامل اللي بيشتغل بالقصف والتنفيذ والى اخره، صممناها وصار الامور تمام، كان الامور كان جيده نوعا ما، والاطفال كان تعاطوا الموضوع بشكل ايجابي كثير. واليوم نحن مدعوكم من خلال المنصه تبعتكم للعرض الشو، رح يصير اول مره بسوريا بوتيل الشيراتون لعدد الاطفال اللي شاركوا بالكورس. يعني صوري طفل عم شارك عم بعمل دورة، هالدورة هي خلصها دخل على المشغل على المعمل قصة ضبطها، والشيء اللي هو نفذه رح يعرضه هو بالعرض اليوم ديفيلي رح يصير بالشيراتون الساعة 7 مساء. أنا بتوقع يمكن أول مرة رح يصير شيء بسوريا، لأني ما حدا عمله قبل. إن هن نحن بصفة نظرية كثير هي إني أنا قادر، عندي إمكانيات، عندي امور من جواتي بحسن بعمله انا. فان شاء الله يا رب نكون احنا ادهل من هذا. عم نشوف عبر الشاشه كواليس الدوره وكيف عم يتم التصميم والتنفيذ، وذكرت خلال حديثك انه اليوم العرض رح يتم الساعه 7. خلينا نحكي عن الهدف الاساسي والرساله الانسانيه. قد ايه جميل اليوم فعليا دعم ودمج ذوي الهمم، ولما نحكي عن تنفيذ وتصميم الفكره وهن اساسا رح يقوموا بالعرض، هذا بعتقد محفز كثير كبير لإلهم انه هن مثلنا مثلهم، ما بيفرقوا عنا، بالعكس هن اشخاص مبدعين فعليا بيقدروا يكونوا شخص منتج في المجتمع. هلا انا برايي العمل الخير كل ما اعطيتيه بيعطيك اكثر، وهن هدول ذوي الهمم كل ما اعطيتيهم بيعطوا حب وبيعطوا سعاده وبيعطوا هرمون السعاده. هذا هرمون السعاده انا بشوفهم بيعطيني مود حلو كثير، بغير مودي من شيء لشيء. انا برايي هدول الاطفال اللي هن قادرين، خلينا نسميهن قادرين، ذوي الهمم عندهم امكانيات رائعه. صحيح. عندهم جواتهم شيء حلو، يعني هن عفقلاء، في منهم خلينا نقول 70% ما بحسن يحكي بس بينفذ بالعمل، بينفذ بايده، بس بيعمل شغلات كثير حلوه اعمالهم، حتى اعمالهم اللي نحن عم نشوفها بعض الاحيان. انا تفاجات بهنك بالمشهد اللي عم بشوف شو عم تعاطوا مع القصه، عم تعاطوا مع الموضوع، يعني كان حدا عنده خبره فظيعه. انا برايي هدول الاطفال دمجوا بالمجتمع كثير ضروري، وهن اساسا هن عنصر مهم كثير، وهن قادرين. كل ما اعطيناهم اكثر كل ما اخذنا منهم شيء حلو اكثر. تمام. وان شاء الله يا رب هيك يكون قدام في قصص كثيره عم نحاول ندخلهم فيها عشان يكونوا اشخاص قادرين. تمام استاذ منتصر، خلال ورشه العمل اللي اقمتوها او فتره التدريب كان في موجود مصممين ازياء ساعدوا هدول الاطفال؟ تمام. اليوم بتدريب وتعلم تصميم الازياء؟ تماما كانوا يعني هن مهندسين ديكور، مهندسين عماره، هن من حبهم، يعني انا اول ما بلشت اطرح الفكره هن اللي حابين يتعاقوا معي، اني منتصر احنا حابين نكون معك، لاني عن جد ما بتخيلي قديش السعاده اللي هن اخذوها بصراحه. قالوا لي احنا حنكون موجودين، حنكون معهم هن بالاطفال. صوري كان تقريبا شيء 7 اشخاص هن موجودين، تعاطوا مع القصه بطريقه صحيحه مضبوطه، وكاني عندهم خبره قويه. كان فكره كثير حلوه، كان ناجحه جدا، وهدول المهندسين حيكونوا موجودين معنا ان شاء الله باعمال ثانيه. انا برايي هدول الاشخاص خلينا نحن اي حدا عنده قدره، عنده فكره، خلينا نطورها ونكون احنا نطلع باسلوب حلو. تمام.
استاذ منتصر يعني دائما بمبادره شهيق وزفير في شيء جديد، واكيد الكاميرا الاخباريه رح ترافقكم دائما، لانه نحن بنسلط الضوء على اهميه فعليا المجتمع المحلي قديش قادر خلال هي الظروف اللي عم نعيشها ماديا واقتصاديا ومعيشيا صعبه يكون شريك للنهوض بالمجتمع، وانتم عم تبلشوا من الاطفال فهن النواه الاساسيه للمستقبل. خلينا نحكي عن التحضيرات القادمه، لانه بعتقد انتم ما بتسكروا مهمه الا ما تكونوا فعليا مفكرين بالخطوه التاليه اللي عم تقوموا فيها. تماما، جدول اعمالنا دوما نحن مليء مليء بكثير شغلات حلوه، كثير شغلات ايجابيه مفيده للمجتمع، مفيده للمواطن، مفيده للطفل. طبعا انا فت بالحديث، انا اطفال جمعيه الرجاء معنا هن موجودين، انتشر فيه مغرفه تجاري حلب بكل الشكل. هلا نحن بالنسبه لنا نحن مشان موضوع الافكار الجديده حاليا، في عندنا نحن هلا دفتر وقلم. نحن كل سنه بنتعاطى مع القصه هي، ودوما بنكون نحن يعني معطائين الموضوع بالذات. دفتر وقلم خاصه بعوده للمدارس، في عندك ضغط على المواطن، ضغط الاقتصادي، خلينا نحكي بطريقه منيح. فنحن دوما نحاول موجودين مع هدول الاطفال، نوزع قرطاسيه لعدد 500 طفل ان شاء الله اذا الله راد، قرطاسيه مع دفاتر مع حقائب مع ان شاء الله ألبسي اذا الله راد، مشان نعطي للناس فرحه ونعطي لهدول الاطفال فرحه. لاني متخيل قديش انت وقت تسعدي طفل تكوني انت من جوادك مبسوطه ومرتاحه. اكيد ان شاء الله يا رب، ان شاء الله لقدام في عندنا فكره شغله جديده نحاول نحن نتبعها اذا الله راد، هي ان هدول الاطفال ذوي الهمة مركز عليهم مره ثانيه، اني بيعملوا شيء خاص فيهم، يعني مثل عبان على مثل مصنع او مشغل رح يبيعوا للمستقبل، رح يكونوا هن عاملين قدره يبيعوا، يشتغلوا ويبيعوا، عشان يعطوا قدره للناس اللي فعلا نحن قادرين، نحن دوما عندنا امكانيات رائعه. صحيح، يعني رب التوفيق. تمام. اكيد، يعني بالختام مثل ما ذكرت استاذ منتصر، لفتني المكتوب على التيشيرتات انا قادر، وفعلا هنن اشخاص قادرين. تمام. اشخاص مبدعين بالعديد من الانشطه، لكن بحاجه لدعم وتشجيع من المجتمع والمبادرات الاهليه، وانتم خير مين عم يدعم هدول الفئه من الاطفال. يعطيك الف عافيه، وان شاء الله على طول لما نضوي على اعمالكم المميزه. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه الاستاذ منتصر كيالي، مؤسس مبادره شهيق وزفير.